شو شايفك صرت تنادي لي عمو بعد ما كنت مديره بس؟ ايه يلا الحصان عم يمشي تيك تيك تيك, 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 تيك. الحصان عم يمشي تيك تيك تيك, تيك. اخ ما عاد فيني شو هاد؟ بعدين بقول لك هلا نزلي مديرتي من على ظهري ثانية بس ماشي اصلا مديرتنا خفيفة بس قوية كتير وانا تعبان يلا تعالي شو كنتوا عم تلعبوا انتوا الاثنين؟ هو عمو الحصان شو حلو شو الحلو بهالشي؟ المعكرونة المعكرونة حلوة؟ لا لا قصدي أنا عملت لكم معكرونة لحظة لحظة هلأ أنت صار لك ساعتين قاعدة بالمطبخ وبالأخير عملت لنا معكرونة؟ يا عيني معناها بدك أسبوع لتعملي أكلة أكبر هذا اللي بعرف أعمله أستاذ بس ولا يهمك المرة الجاية رح أعمل لك أكلة تاكل أصابيعك وراها واو يلا تعالوا ناكل ايه يلا بسرعة خلينا نقعد ناكل حضرة المديرة تعالي عدي يلا رح طعميكي معكرونة سخنة وبتشهي تفضلي كلي يا مديرة يلا يلا صحتين وهنا يلا شيفالي تعالي كلي معنا لا لا أستاذ أنت بالأول لا نحن الاثنين منبلش سوا يلا تفضلي لا لا أستاذ أنت بالأول شبكي المعكرونة ليك قدامنا يلا خلينا نبلش أكل سوا يلا كيف بدي أشرح لك الموضوع؟ شو قصدك قولي لي شو القصة؟ ثانية بس خلصوا يعني؟ لا يكون ما عاد في غيره لا لسه في كتير بس لك أنت كل بالأول أنت كمان كلي أستاذ خلص عمل مثل ما عم قلك أنت كل أول شي أنت كمان كلي شي فالي يلا بس فهموني شو عم تعملوا أنتوا الاثنين؟ ليش قاعدين عم تتعازموا على الأكل؟ شو صار لكم؟ عم تتخانقوا مثل ماما ورفيقي ورح تتجوزوا بالآخر أها؟ باري شكراً كتير لك حبيبتي أنا رح جيب لك حلو شوكولا وبسكوت وبوزة وكل شي بدك يا وبتحبني يا روحي وليش أنت تحمستي كل هالقد شي فالي؟ هاي بنت صغيرة ما بتعرف شو عم تقول ليش انبسطتي كل هالقد يعني؟ أستاذ أنت شكلك ما بتعرف صح؟ شو؟ إنه كل شي بتقوله حبيبتي باري بيتحقق فورا من أول ما أجت على هاي الدنيا وكل شي بتقوله بيتحقق للأخير يا فرحتي يا سلام يا شبنا رد بقى شوي تاني رح يجوزوني إياها نيها رايحة عمي أنا آسف كتير آسف أنا قسيت كتير عليك ما كان لازم حاكيك هيك خالته أنا عن جد كتير آسف خلص انسى هو كمان غلط بالحكي يلا امشوا نيها أنا بعتذر بعرف إنك معصبة مني هلأ وأنا بالغت بردة فعلي ما كان لازم أحكي بهالطريقة بس يعني جده مو مشكلة ياش أنا غلطت ما كان لازم جيب عمه وخالته معي القصة مو هيك نيها بلا ياش خالته قالت لي بلا ما نجي بلا ما يصير شي مشكلة بس عمه أصر يجي الحق علي نيها أنا عن جد آسف أنا اللي غلطت ما كان لازم أحكي بهالطريقة هي الحق معك بس إذا بيصر له شي لجده عقلي ما بيتحمل هالشي شو ساوي؟ أنت حقك تعمل هيك ياش أنا لازم روح هلأ باري بتكون ناطرتني لا عاد تحكي شي عن باري قدام جده لياش أبداً أبداً ولا تحكي عن جده لياش قدام باري أبداً
قدام باري لا تحكي باري؟ عن جده لياش. انت جوعانه حبيبتي؟ لا. ليش هيك انت عم تعملي؟ لازم تاكلي، قلي لك شوي. لا خالته، عم اقول لك ما بدي اكل. طيب طيب ماشي، خبريني لما تجوعي. ايه لا تحكي عن باري قدام جده لياش. ايه خبر جده لياش عن باري. شو عم تعمل عمو؟ عم بشتغل كم شغلة مهمة حبيبتي. قلت شغل؟ ايه حبيبتي شغل مهم كتير، لهيك اذا بتريدي لا تزعجيني. لا تحكي شي عن باري لجده لياش ابدا يا باندو. لا تحكي شي لباري عن جده لياش. عمو ليه ما بدك تحكي لي؟ شو؟ هلأ كنت عم تقول ما بدك تحكي لي شي عن جده. شو قلت لك انا؟ ما قلت لك من شوي لا تزعجيني بنوب؟ بس انت هيك كنت عم تقول، حتى انك قلت اسمي كمان. لو سمحتي لا تحكي معي، عم بعمل شغلة مهمة كتير هلا. لا لا يلا عمو قلي هلا، بدي اعرف شو عم تقول. حبيبتي شبك باري؟ قلي لي شو القصة؟